الناس كي قالوا الاخرين. السلام عليكم، تحية للجميع. إخواني أخواتي، أنا عندي المداخلة ديالي غنركز على الصيد البحري، بما أن مشكلة الحراك النقطة التي أفاضت الكأس كان هو موت محسن فيكي الله يرحمه. إذن جاء المشكل من قطاع الصيد البحري، وأنا بصفتي كاتب عام وطني منظمة الصيد البحري غنعطي بعض الحقائق. عندنا في المنطقة الصيد البحري فاش تفهم محسن فيكري جاء المشكل من الصيد التقليدي ماشي من الصيد الصحي، ماشي من بركواد السردين. هجوا من يقع بركواد السردين هذاك حالة أخرى. أما جاء المشكل من سمك أبو سيف، وهاد الناس كيصيدوا سمك أبو سيف هما نفس الناس كيصيدوا الطن الأحمر. إذا هاد مجموعة القواريض الصيد التقليدي اللي كاين عندنا في الشمال تقريبا ما يناهز 300 قارب صيد تقليدي و60 قارب ديال الصيد الساحلي، عندهم واحد الكوطة واحد الحصة في صيد التون مثلا اللي هو من عائلة ديال السمك الآخر. كان مثلا عند واحد الشخص كان لقاو هنا في واحد المركب ديالو في 2004 مركب سميتو بيسكا برافا، كان عنده رخصة فيها بالونغري بوحدو الصيد بالخيط. كيجي 4/8/2015 كيولي بالونغري توني ريفريجيري، ها رخصة تبدلات من الوزارة الوصية وزارة الصيد البحري. كان جو 2016 كان خوات السيدون هاد البارك وهذا كيبيعو لشخص آخر وما بقاش في سميتو. في نفس العام 2015 هاد الباركو غيستافد من اقتصاد الريع في المنطقة الشمال، فتعطى له 50 طن. هادشي ما كنقولوش أنا، كنقول بأوراق مستندة تاع الوزارة هي مكتوبة عنده هنا 50 طن. تعطى بيش ارتيزانال ايكوتيا في المغرب كامل عندهم 140 طن. كيمشيو عند ثلاثة د الباركوات في المغرب عندهم 234 طن. ثلاثة د الأشخاص في المغرب عندهم 62.56% من حصة الطن الأحمر في المغرب، في الوقت اللي باقي المغرب كامل عندهم 37.43%. غاتسولوا غاتقولوا اش كيقول هذا السيد هذا؟ هذا السيد هذا كنقول شي حاجة اللي كيقول حتى صاحب الجلالة. العدالة الاجتماعية، الاقتسام العادل للثروة، أين هي أين ذهبت الثروة؟ رابط المسؤولية بالمحاسبة. وكيجي السي بن كيان للبرلمان كيقول لك اقسموا معنا. نقول لكم علاش قلت لكم السي بن كيان؟ حيتاش عنده الارتباط في هذه العلاقة حتى هو، راني جاي عنده. كنمشيو 2016 قانون وزاد 1/2016 لوان فيفريي 2006 غاتقسم عاود الحصة ديال التون وغنشوفو من الغرائب لواحد المنطقة اللي هي شبه منكوبة وهي الحسيمة البحر الأبيض المتوسط، مابقاش فيه الحوت، شبه منكوبة بحريا لعدة عوامل منها السياسة اللي كانت كتبع الوزارة الوصية في هذه المنطقة. كنجيو كنشوفو عاوتاني بأن هذاك نفس الشخص اللي كان عنده هذا الباركو اللي باع الباركو، الباركو مابقاش عنده حصة ديال التون، ولكن صاحب الباركو ولات عنده واحد الشركة سميتها هولدينغ مولتي برانكو كليمير. مكاينش الاسماء، كلشي غير بالشركات، ولكن الاسماء غنوصل عندهم. دابا كتعطى له 112 طن لهذا الشخص في الوقت اللي السيد الساحلي باش ارتيزان ايكوتير المغرب كامل عنده 150 طن. وجوج اشخاص اخرين، واحد برلماني مع الاحرار والاخر برونيز متقاعد، 105 طن 105 طن. وكان جو القانون اللي كتسنيه السيده الكاتبه العامه في الوزاره الوصيه كتقول لك اون كادين اكتيفيتي او ديفو ديكسبلوطاسيون دو كوتا اتريبيي بو كادو فورس ماجور دون كونستاتي اي ماتيرياليزي بار لادمينستراسيون لو كوتا دو بيش او سون غوليكا بوغا اتر اكسبلواتي بار ان اوتر مادراك ابخي زاكور دو لادمينستراسيون او ديستريبيي او تيير. ياك واضح هاد المضربه اللي عاطين ليها 112 طون هاد السيد اللي عطينا داز الشركه كان مزال 112 طون، مضربه وهميه ما كايناش انكزيست با، ما كايناش في الواقع. غنمشيو للخطر من داك الشيء كامل، وبحيث نجمعوا هاد جوج الاشخاص وهذا غنلقاو بان الصيد الساحلي كامل عنده 46، يعني نقصوا ليه 14 طن على 2015 في الوقت اللي مدغاك زادوا اليوم 303 طن. هذا اقتسام العادل للثروه فين كاين؟ غنمشيو 2017 لو 24 جونفي 2017، هذا العام يعني الحرق نايض في الحسيمه. وانا كنهضر معاكم قبل ما يموت محسن فكري مشيت ما بين الرباط والحسيمه شي 5 المرات، كنمشي عند المدير ديال الصيد كنهضر معاه كيصيفطني عند المندوب باش نحل دوك المشاكل ديال دوك الفلايك، وكيرجعني كيقول لي حليت لك المشكل. كنجي عند المندوب كيقول لي لا ها اللي كتب المندوب هذاك اللي مشيت دابا في الحبس. فمشيت عنده ما نتفوا انا شخصيا
قبل ما يوقع المشكل المحسن في كيفاش حلنا المشكل ديال الصيد التقليدي. كنقول عندك تما قنبله موقوده 2017 غيجي غيعطي الصيد الساحلي هذا بقا ما بقى خرط مثالي تقدر تجي جوج دقائق كاع كيجي الصيد التقليدي والساحلي ديال المغرب كامل يعني رغم الحراك ورغم هذا الشيء كاع اللي واقع كتجي في لو 24 جونفي 2017 مشيت انا كنقول لكم كنمشي من المالي الخاص كنمشي ونجي غتعطي الصيد التقليدي والساحلي المغرب كامل 196 طن بكل وقاحه غتجي تعطي جوج اشخاص نفس الاشخاص ديال ديما 120 طن 120 طن وغتمشي لنفس الشخص ديك الشركه اللي كان عنده جوج بركوات في 2014 اللي استافد غتعطيه 127 طن كيوليو كنلقاو راسنا بان الشمال المغرب اللي كتسيد فيه التون كامل عنده 34.81 طن زائد شي وحدين في الجنوب وثلاثه ديال الاشخاص كيديو حصه 65.18% وهادشي يلا دابا 2014 لدابا عاد حكومه بن كيران وباش غنبين لكم بان هاد السيد ما عندوش لا مدراك ها هو لا كيدير سيسيون بين الحصه اللي كتعطى له ها هو غيخليها ديال غتعطى لواحد لا مدراك اخرى سميتها بخانسيب ما تعطى المدراك ديال نورتيفيل نورتيس ديال نورتي مضربة ديال نورتيسال ديسبوزي واحد الشركة أخرى مغربية وكان عندها اسم إسباني كيعطي الحصة ديال الكوطا فاش كنقول لكم نعطيك غير بالأرقام هاد 127 طن ولا 23 الأورو للكيلو غفل الوراق بلا ما تصيدها جوج المليار وشي حاجة في العام كتعطى هيبة اقتصاد الريع وهاد جوج بركوات اللي عم عطين 120 طن حاليا كيتواجدوا بتركيا في الوزراء عندهم الفي ام اس كيمشيو 15 يوم لتركيا بحال غيصيدوا الطن ياك وما دابا في تركيا ما كاين والو وفاش كيرجعوا للمغرب نو سون با دي تونيي ماشي اتونيروس كي كنعرفوهم حنا كيرجعوا دي سارديني كيهبطوا للداخل كيهزوا الكوطه ديال السردين وهاد الشركه علاش كنهضر من قبيله سميتها كلين ميرسال ياك كنجيو نقلبوا عليها في القانون السجل التجاري ديال الدوله كنلقاوها شكون دي مولاها 100% كنلقاو مولاها سيدي هو رئيس الغرفه المتوسطيه اللي خصو يدافع على هاد البحاره كاملين وهو عضو برلمان في مجلس مستشارين مع حزب العداله والتنميه ويجي بن كيران ويقول لنا حنا في البرلمان يستحمل البرلمانيين اين ذهب الصفر واقسموا معنا فاقسموا معاكم فاش كيجي بن كيران وكيقول في البرلمان قسموا معنا في عز الحراك قسموا معنا الثروه فين مشيتي واش كتستحمل البرلمانيين تحكي على الشعب ما قدك الشعب مشيتي للبرلمان انت كتضحك عليهم وبدا من دياولك بعدا رجعنا الثروه اللي صرختو نتوما بعدا هما الاولى واش الا ماشي حق في هذا اليوم كلشي بكم مسؤولين هما دابا بالوراق داكشي بالحجاج ما كنهضرش من الفراغ اوراق وزاريه مسنيه من الكاتبه العامه ماشي عليكم مسؤوليه اليوم تهزوا هاد الحصاص ترجعوهم لهاد الناس بالصيد التقليدي اللي كاين فيهم 300 باركو هنا كاين العداله الاجتماعيه غترفعوا من المستوى الاقتصادي غترفعوا من المستوى المعيشي غيوليو الناس يتخلصوا يوليو الناس يربحوا الفلوس كثر اما تقعد تعوض ليه الشباك راه مساله غير مؤقته غتعبر ليه الشباك كيخرج واحد العام ولا ثلاث سنين وغايبقاش انا اللي كنهضر معاكم جلسنا مع السيد الوزير السيد البحري اتفق معنا الصناديق البلاستيكيه بثمن وكل شيء دا اتفاقيه فاش سالينا قلت له واش غنديروا المحضر قال لي جاوبني انا شخصيا كان معي جوج اصحاب الفيدراليات ورئيس فريق المجلس المستشارين السي بن عزوز معنا في وزاره الفلاحه قال لي هذا الشيء اللي قلنا الكلمه كما كيقول دابا في الحمله ديالو الكلمه خرجنا الموظفين ديالو ديك الكلمه ما بقاتش اذا الاخوان جزاكم بخير ولا بغيتو تدافعوا على هاد الناس ديال الحراك غتدافعوا لهم على هذا المطلب الاجتماعي ديالهم الحقوقي والاقتصادي ياك وغتكون واحد النقطه اضافيه لهاد الناس باش تحسن المستوى ديالهم.